الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أيها الإخوة والأخوات قفوا جميعا في أماكنكم ولا تتحركوا أعلم أن الشمس حارقة والكل يعاني ولكن رسول الله سيوجه إلينا جميعا خطابا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أدعوكم جميعا إلى تقوى الله ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا أيها الناس إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت القرآن والعترة الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد وهلاككم في اليد الأخرى الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه اللهم والي من والى عليا وعاد كل من عاد عليا أيها الناس الحق دائما مع علي وعلي مع الحق الله أكبر الله أكبر هنيئا لك يا علي هنيئا لك يا علي هنيئا لك يا علي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً